توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بسباق مضمار رايبون لندن والذي يعتبر من أشهر سباقات الخيول نظرا لعراقته وقوته وأثارت واهتمامه ويشارك فيه نخبة من أبطال العالم. ومنح الجواد سيموم الانتصار لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا السباق الكبير بعد أن سجل زمن دقيقة وإحدى عشر ثانية. وقاد الجواد نحو هذا الانتصار الفارس جاك ميشيل والمدرب بيكهام بعد أن تمكن من انتزاع الصدارة المستحقة من جميع المشاركين في السباق الأشهر بمضمار رايبون بلندن. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الانتصار الجديد لرياضة سباقات الخيل البحرينية هو نتاج حقيقي لدعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برياضة الخيل وحرص جلالته الموصول على رعايتها بصورة مباشرة باعتبارها من الرياضات التي تمثل تاريخ البحرين وتم تطويرها بطريقة عصرية وحضارية. وقال سموه تسير رياضة الخيل في مملكة البحرين على السكة الصحيحة بفضل الاهتمام المباشر والمتابعة الواضحة من قبل جلالة الملك المفدى الذي يعتبر الدعم الأكبر لرياضة الخيل البحرينية بصورة عامة ورياضة الخيل على وجه الخصوص الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرائعة في مختلف المجالات والبطولات. وتابع سموه الانتصار الذي حققه الجواد سيموم يتفق تماما مع رعاية جلالة الملك المفدى لرياضة الخيل في المملكة وقد حرصنا منذ البداية على تهيئة كافة الأجواء الإيجابية أمام الجواد والطاقم الإداري والفني المشرف عليه بالإضافة إلى الفارس من أجل الظهور المشرف في سباق مضمار رايبون لندن الذي يعتبر من أشهر السباقات وأقواها. وبيّن سموه كنا ندرك الأهمية الكبيرة للسباق وتحقيق الانتصار فيما له من نتائج إيجابية على الرياضة البحرينية وتأكيد مكانتها العالمية ولكننا كنا ندرك أيضا في ذات الوقت أن هذا الانتصار سيمثل واجهة حقيقية ومتميزة لتسليط الضوء على مملكة البحرين وما تحققه من إنجازات مثالية في الرياضة والتنمية المستدامة وتطور في مختلف المجالات. لذا فإننا بذلنا جهد مضاعف من أجل الوصول إلى الحلم الذي رسمناه في الصعود على منصة التتويج وتقلد الكأس للمركز الأول في السباق العريق. واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تصريحه قائلا لن نتوقف عن المضي قدما في نحو الطريق لحصد المزيد من المراكز الأول في مختلف الرياضات وخاصة رياضة الخيل وهذه الانتصارات لن تكون فقط على المستوى الإقليمي ولكنها ستكون على المستوى العالمي لتعزيز الذهب وإنجازات البحرين في عام الذهب.